موسوي أحد الموسيقيين في العراق، وهو براس العالم السابق كما تعرفون. بيفترض الآن أن نسمع مداخلة أو تعقيب من الدكتور سعيد وتعقيب من سيد قاسم. أعتقد أن احنا ممكن نعطي استثناء لكما 5 دقائق لكل واحد، إذا تبون تخفضونها لأربع راح أرحب بذلك، وبطبيعة الحال سنفتح باب النقاش للجميع. نبغي نسمع الدكتور عبد الهادي قدر ما نمكن. تفضل دكتور سعيد. شكرا يا أخي. أفكر أضيف شيء، لأن اللي قال أبو رسول أعتقد كان وافي وكافي، مرخص مفيد، لكن أقول أن أنا أعتقد أنه هذه المرة لا أرى أفقا لحل سياسي، يعني لا أرى، كلما قلبت الأمور لا أرى إمكانية لهذا الحل، لأن السلطة لا تريد أن تقدم شيء لاعتقادها أن ما تقدمه لن يرضي المعارضة بأدنى مستوياتها، يعني حتى لو تريد تقدم شيء اللي تريد تقدمه ما يرضي نصف اللي تريد الوفاق مثلا، نعم. الوفاق هي جمعية سياسية، والجمعيات السياسية عندهم خلوا نفسهم سقف، حتى لو يريدون يروحون لها سقف إلى نصفها هي السلطة ما تريد تعطيهم هالنصف، يعني حتى فبالتالي ما في أفق، ما في شيء، يعني ما يمكن للسلطة تقدم شيء اللي يسكت أي المعارضة السياسية، فضلا عن اقتناع السلطة أنها لو قدمت هذا الشيء اليسير للمعارضة السياسية فإنها ستضعف موقفها، لأن هذه المعارضة السياسية لو قبلت بهذا النزل اليسير سيتمرد الشارع عليها، يعني ما بتقدر تسكت الناس، وبالتالي ما بتفيد النظام لو شاركته، لو راحت إلى وقت قائد للتسعينات وما زلت، كيف تقارن المرحلة؟ أنا أتفق مع ما قاله أبو رسول أن هالمرة ما شفنا إحنا في تاريخنا، يعني شفنا انتفاضات من 65 وفوق كلها عاصرناها بس ما شفنا شيء من هالنوع. هالمرة ما ضل بيت إلا فجأة، إلا دخل الحزن والألم والاعتقال والسجن والاستشهاد والحرمان من العمل وما شابه، وبالتالي شيء يختلف تماما. طبعا المشكلة هذه المرة أن في التسعينات، طبعا هي مشكلة وربما تكون إيجابية مثل ما قال أبو رسول، في التسعينات كانت شبه موحدة القيادة، يعني كانت هناك قيادة واحدة في السجن أو في الخارج متناغمة. هالمرة لا، في أكثر من صوت يرتفع، وربما هو إيجابي كما ذكر، يعني عدم مركزية القيادة قد يؤدي إلى نتائج أفضل. على كل حال أنا أظن أن الآن إذا نجحنا في عدم الاستعجال وعدم التعجيل بالحل، وقلنا خلاص وصلنا إلى أسفل ما يمكن من المستويات، وبالتالي إحنا الآن ما يهمنا أي شيء، لو ظلينا 10 سنين بهالوضع أحسن من أن نعطي النظام فرصة أخرى، لأن إن بقى هالمرة ما رايح يوفر منا أحد. بس في مسألة كل الجوهرية أيضا وأثارها آخرون غير بحرينيين مؤخرا، التجنيس، يعني هذا التجنيس الآن حتى لو قدموا عطاء سياسيا، قدموا تنازلات سياسية مع وجود التجنيس، والتجنيس بعض الإحصاءات تقول إلى 370 ألف مجنس، فبالتالي أنت انتهيت، إن قبلت إن نزلت عند حكم الأمير فانتهيت، أنت يعني انتهيت، لأنك أنت كل شيء ستشرع من موقع ضعف، من موقع ضعيف القليل كأقلية، أصبحت كأقلية ولست مصدر لاتخاذ القرار، وبالتالي النظام يفوقك، فالتجنيس مشكلة كبيرة ربما تفوق المسألة السياسية. كما أطلب منك تقترح سؤالي للدكتور عبد الهادي. أنا أقترح للدكتور عبد الهادي السؤال التالي اللي ما زلت أفكر فيه، أنت كيف تنظر إلى سيناريو يخالف ما أقول، يعني ينفي ما أقول أنا، أنه لا يمكن أن يكون، غير ممكن أن يكون هناك حل سياسي، يعني لا 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 أفق لأي حل سياسي، يعني أنا أنفي احتمال أي حل سياسي. شكرا دكتور، أشكرك.